السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أزول فلون خوتنا وراجعي. موضوع اليوم موضوع شوية خطير خطير، لأنه هذا العصابة الحاكمة في الجزائر بها وبقيادة أركانها يظهر أنها كومون دير على باسي على دوزيام فيتيس، elle va activer les choses. Madame انها يعني qu'est-ce que je veux dire par là، مادام انهم يعني حاولوا او مازالوا يحاولون اخماد كل صوت حر، وخاصة لليدر منهم بومالا، منهم رشيد نكاس، منهم طابو، هم كثيرون يريدون اخمادهم ومازالوا يقومون باحتقالات، لكن في هذه الأيام يريدون باسي على دوزيام فيتاس. لا دوزيام فيتاس سي كوا؟ أنهم يحاولوا تكمية أصوات الناس اللي في الخارج. الناس في الخارج مثلا الياس، أخ الياس رحماني قد قام قول أنا أبلى، قام أبلى بمحاولة يعني ابتزاز محمد الياس رحماني، محاولة ابتزازه بكلام خاطئ، وسن تكون بالحجة كما يقولك حتى الشعب يعرف ما هي الحكومة يعني المتواجدة وقيادة الأركان الخائنة. بعثوا بناس بواحد حتى يفتز محمد الياس، لكن محمد الياس كان عاقل، أستاذ رحماني كان عاقل يعرف ماذا منهم، وكان يقول هذا الإنسان هذا أولا كان يقول كما سمعتم كان يقول أنه ابن شهيد، جده شهيد، هل وكان يقول في نفس الوقت أنه مع قيادة الأركان وأن قيادة الأركان تخدم في الجزائر، يعني أنها تعمل. هل تعلم يا أبلغ يا من يدعي أنه ابن شهيد أو جدك شهيد أن من قتل جدك هو خالد نزار؟ إذا لم تكن تعلم فأنت أبلغ وغبي، غبي لدرجة أنك تحاول حماية من كانوا واشتركوا مع كل اللي قاتلوا الجزائريين من الجنرالات نزار، العماري، بالخير، كلهم كانوا شركاء في قتل أكثر من 2000 مجاهد كانوا في الأراضي في الداخل، ولما آتوا هذا الناس هم اللي قتلوا، ومنهم القايد صالح، ومنهم الذي تدافعون عنهم الآن، تدافع على قاتل جدك وتقول أنهم في خدمة الوطن. ما هي خدمة الوطن بالنسبة لك؟ خدمة الوطن يا غبي هي إعمار، بناء مدن جديدة، صناعات، حماية المجتمع، حماية اجتماعيا، حماية فقراء، حماية الشعب من تدهور صحته، بناء مستشفيات عالمية، لكن لم يكن ذلك لمدة 60 سنة. فإنك تحمي من سرقة أموال الأبرياء الجزائريين من الفقراء، واغتنموا الفرصة أن الشعب لم يقل ولم ينتبه وغدروا به وكذبوا عليه، وكان نفاقهم نفاق الشياطين فسرقوا الأموال الطائلة. ألا تعلم أيها الغبي من اعتدى
على الياس، أنهم يسرقون الملايير. حاول أن تسأل أن يعطوك شيئا منها، فلن ينظرون إليك لأنك بالنسبة لهم إلا كلب ومن كلابهم. ومش مستحيل، مستحيل يكون جدك شهيد، لأن ابن الشهيد يقف مع الحق، يقف من على من يدافع الجزائر، والشعب الجزائري يدافع البلد الجزائر، والجنرالات تدافع على مصالحها فقط، ومصالح من؟ مصالح فرنسا كذلك، وأنت تدافع عنهم. أنت بالنسبة للأحرار، لكل مواطنين وطنيين، أنت إلا مجرد كلب لتعلم ذلك. هذا ما كنت أريد أن أقوله في هذا الإنسان الذي كان يتلاعب ويقول أنه حامي للجيش. أنت لم تذكر الجيش، إن الجيش الشعب الجزائري هو أبناء الجزائر، هم من كونونال منزل للجينيرو، هذا لازم تكون الموافقة عليهم فرنسا باش يكونوا دي جينيرو ماجور. هذا اللي انت تدافع عليهم، هما سرقوا الملايير وانت جئت لي تدافع عنهم لانك صاحب مصالح. ممكن يعطوك ان ابارتمون اون الجيري ولا كلك شوز كوم سا، لانك عملت لهم اشهار. هذا هو انت الا كلب. لو كنت رجلا لذهبت على بلاصه لا ريبوبليك وقلت هذاك الكلام. انا عارف ما يضربوكش باسكو سون بليس مار كيما نقولوا حنا، فاهمين عليك ويعرفوا القانون، ما يتعدوش عليك جسديا، لكن يشبعوك تفال، لانك لونك لون التفال. كانوا ممكن يعوموك في التفال، تروح لامك تحصر لك قشك من التفال. هذه اللي بيتها نقولها لهذا الانسان هذا، انه فريمون ما استغربتش لما شفت باللي كان ليه صور مع لواء وكيكسوس كومسان كومونال اللي كان يذبح في العشريات، في التسعينات كان يذبح في القرى، ليه صورة معه يعني يفتخر بها، يعني لأنه هذا أصلا ليس لعائلته في الجهاد، لأن ابن الجهاد يكون مع الشعب، ليكون وطني يكون مع الشعب، لا يكون مع الجنرالات التي قاتلت وسفحت المجاهدين. لذا يعني هذا حتى لا يخذ بكلامه، لا يخذ بكلامه. لو تقوف في الطرق شبعوه بزيق. انا وكنشوفك شبعك بزيق تاع بصح، لكن شو بان الجيري ممكن ممنوع لي ندخل صافي. لكن والموضوع الثاني كنت باغي نتكلم فيه، تون في باليس، هذا سيان تاع الدي ار اس تاع الحوسي ما ياكل معاهم. هذا الموضوع اللي كنت باغي نتكلم فيه ثاني تاع هذا الوزير سليم شعابه. سليم شعابه هذا كي سي بيرمي زعما يغوبريزونتي لا كوميونيتي فرونسيز اون كوميونيتي الجيريان اون فرانس. سوري، هذا وزير مي با كوم لي زوتر. هذا الوزير اللي باش يحكم وزير مؤامرات، شوفوا المؤامرات، شوفوا شكون اللي حطوه اللي مكنوه في هذا المكان، رغم كانوا سيتيزان ان شومور اون فرانس الوغ كو ولي وزير في الجزائر. بوركوا؟ هذا سؤال لكل الشعب. لن يكون وزيرا لولا يدافع عن مصالح فرنسا. تقول لي كيف؟ اولا هذا تنكر مره في كان في تدخلات في الاذاعه تاعهم، نكر انه ليه جنسيتين. المفروض تنكر، لا تنكر، تكذب. باغي تولي مسؤول في الجزائر تنكر تكذب، لكن ماشي هذه المصيبة. كيف يتوصل هذا الإنسان باش يصبح وزير؟ عارفين المشروع هذاك تاع
Je vais vous rappeler un petit peu. مشروع تاع استيراد العربية تاع الوطن اللي رام اللي داروه في القانون هذاك، والفكرة تاعو واللي كان يضرب عليها، لأن فرنسا كان لازم تحيي الاقتصاد تاعها. تحيي الاقتصاد بماذا؟ وكيد باش تحيي الاقتصاد لازم بحاجات تكون سهلة، مش مفروض يعني تنتج باش تبيع، لكن الذكاء بتاع الفرنسيين انه هذا لو يوصل للحكم ويطبق هذا القانون اللي كان يضرب عليه هذا ومكنوه وتمكن، والقانون سيفعل به انه يخدم فرنسا ما يخدمش الجزائر، لان لو الجزائريين مثلا يشتروا في كل 6 شهور يشتروا حوالي 200,000 عربية مستعملة موان 3 سنين، يعني تدخل فرنسا حوالي 2.5 مليار دولار. احنا 2.5 مليار دولار ما راناش ندخلوها في ما راناش ندخلوها في الشهر، الآن بسعر البترول ما راناش ندخلوها في الشهر. الجزائر ماشي دخلها بالبترول تاعها، ماشي دخلها، لكن فرنسا تقدر تكسبها في مدة 6 شهور، يعني في السنة تخش لها في 5 مليار دولار، تدخلها باردة. علاه؟ باسكو الفا فوندر كاع لاغاكاي اللي عندها تاع الحديد موان 3 سنين، اللي قاعدين لهم في لي سوسيتي وهادو استعملوه يبغوا يتخلصوا منه، يدخلوه الجزائر ومهما كان يمشي ما يمشيش سون فوت با مال، المهم يكون موان 3 سنين، ماشي 300 ميل كيلومتر ما يهمش، المهم موان 3 سنين. هذا هو خادم فرنسا. الناس اللي تتحط في مسؤولية وعارفين قاصدين هما، لأنه خدموهم خدموهم جو فيديغ لي زونغون في سيرفيس على فرنسا. هكا فرنسا تقدر تدخل حوالي 5 مليار من دراهم متجوب الجزائريين، يعني ماشي الدولة ولا الحكومة اللي هي اللي تعطي لفرنسا من لي بونك، مي لارجون دو بوبل كيما يقول لك، يدخلوا يدهم في جيوبهم الشعب ويشروا الوطن، يفقروهم يفقروهم، ومام طون فرنسا تجدد حديدها في بلادها، وهذا يخدمها خدمة كان وفي لها. وهكا فرنسا الاقتصاد تاعها منع من السقوط الحر هالمؤامرات في الجزائر، لكن هذا الإنسان هذا من حطه وزير. شوف الجماعة هذيك اللي دايرة بهم، ومع هذا جراد اللي هو يتعد بالنسبة لينا احنا عميل، عميل لأنه موجود في كل الحكومات اللي تواجدت في الجزائر، يروح ويجي يروح ويجي، وهو ما تنسوش هو اللي اخترع بو يحيى، هو اللي اخترعه، هو اللي صنعه، وردوا رئيس حكومة. لذا يعني هذا تبون فشلوا لا ذريع، وبما أنه يعني أظهر انتماء كامل لفرنسا مع الجنرالات الذين يوافقونه في هذا اللعيب، ما هم إلا مرتزقة، مرتزقة خاضعين لدولة أجنبية وهي فرنسا. لهذا اللي لازم تعرفه الجميع، أين الخيانات؟ خيانات لما تخون اقتصادك أو تخون مكان ما على أساس أنك ما تزيدش فيه، لكن تدي منه تدي منه، وهذو راهم يدوا خيرات اللي هي أموال ويجيبوا لك راكاي. ولذا يعني هذا العصابات هذو ما يصلحوش، وأتمنى يعني كل الشعب الجزائري أن يقوم كما تقوم القبائل، كما تقوم بجاية، كما تقوم تيزي وزو، حتى تظهروا لهذا العصابات أنكم رجال، ورجال من الشرق إلى الغرب ومن الشمال إلى الجنوب للتخلص من هذه العصابات. وأشكر جماعة نفطال
نفتال في باتنا اللي قاموا بمظاهرات يوم الأمس، وكذلك ظهروا أن الخيانة التي كانت موجودة من طرف نفتال واللي هذو اللي ديريكتور جينيرو اللي كانوا تلعبوا، وحتى خافوا وراحوا لعبوا بالورق وداروا أنتي داتي طرد غير يعني مساعدة هذا الإنسان اللي كان يتعاملوا معه بخيفي، كانوا يسرقوا به ويسرقوا كلهم، لأن الجزائر بهذه الطريقة هي مخروبة، مخروبة لدرجة لا تتخيلون. وحنحط في الجنرية كي تشوفوا الفيديو نشوف تورو نوريكم حاجة، كان بزاف الناس اللي ما عرفوش ما هي قيمة يعني الأموال، لو إنسان يعرفوا يتصرفوا بها يبنوا جنة فوق الأرض، لكن ناس اللي مبنية على الخبث والخداع والمؤامرات والمكر وليست فيهم أي وطنية يعملوا أشياء كثيرة. يعني كما نقولوا احنا 1 تريليون دولار اللي هو 1000 مليار شوفوها بالدولار، مادام العملة تاعنا ساقطة نقولوا احنا السعر البنكي حوالي 12 أو 13 دينار بالنسبة للدولار واحد، شوفوا تخيلوا هذه الأموال اللي غادي نشوف تشوفوها في جينيريك ولا تشوفوها غادي تشوفوها، ولو كانت ديرها يعني بقيمة 12 مرة شحال تطلع تبني ان باتيمون دو ان بلوك دا 200-300 متر كاري تبنيه وتجي رايحة وتجي طالع الفوق السما حتى في 12-18. هذو هما الدراهم اللي سرقوهم الجزائر. لذا هذه الأموال هما هذ الناس بس تعرفوا مليح، لو كما تخرجوش وتضربوا على حقكم والله ما يعطوه لكم، لأن الأموال اللي تسرقت في الجزائر لا تتخيلون، ما هيش ملايين، ما هيش ملاير، ما هيش كما يقولوا 1000 و2000 و3000 و4000 مليار، تتعد بالمئات الآلاف المليارات. كي يقول واحد سرق مثلا 100,000 مليار راح سرقها، وما تنسوش عمرنا ما عرفنا شحال سرق بوتفليقة وسعيد وخوه ولكونيناف. لكونيناف يقولوا سرقوا 300 مليون دولار، 300 مليون دولار ما سرقها حتى الاخر البواب تاع الوزارة سرق اكثر من ذلك. ما ادراك ان كونيناف كانوا كل مشروع داخلين في الجزائر وكانوا يخونوا 3-4 مرات زيادة، والجزائر دخلتها أكثر من 2000 مليار دولار. تخيلوا السرقة كانت كم. لو ما تقوموش قومته رجل واحد تتكاتفوا من أجل حقكم، هذو لن يعطوكم حقوقكم ويستعملون كل الوسائل للتخلص من هذه الثورة السلمية. لازم تكون سلمية تصاعدية يعني كل يوم، وأن هذه حكاية يوم أو يومين في الأسبوع لا أظن أنها ستعطي نتيجة. هذا اللي نقولها لأخوتي، وخلوكم بالتمثيل، تمثيل على أساس يكون عندكم صوت، لأن الإنسان بالداخل ضعيف حتى لو كانت عنده إرادة وكان عنده كان يريد أن يقول كلمة الحق أو يناصر هذا الشاب فلا يستطيع فعله أي شيء. لكن في الخارج ممكن لينا القوة، لأنها بلدان حريات، حتى لو لا يحبونك لكن يحترمون حريتك. هذه هي الميزة اللي مش موجودة في الجزائر في بلدنا الحبيب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.